مشاهدي الكرام، مرحبا بكم مرة ثانية في فيديو جديد. بالنسبة للصفحة 147، إذا غنبداو على بركة الله. إذا غنبداو بالأسئلة. إذا هنا أبخي ليكوت باش تعرفوا بأن هاد الصفحة هذه عندها علاقة مباشرة بالإكسبرسيون لوغال ديال الصفحة اللي قبل، يعني اللغة اللي قبل. إذا أنا نخلي لكم في صندوق الوصف الديالوج الفيديو اللي قبل. اذا السؤال الاول، جو لو ديالوج افيك تي كاماراد. اذا لو ديالوج كيهضروا على الديالوج الفايت ديال الصفحه اللي قبل. اذا جو لو ديالوج افيك تي كاماراد، يعني نتايا غتكون حافظ الديالوج وغتلعبوه مع الاصدقاء ديالك في داخل الفصل. اذا هذا فيما يخص السؤال الاول. السؤال الثاني، شوازي اون سيتياسيون دون دي كونساي سور لو بون كومبورتمون ا سويفر. شوازي اون سيتياسيون، اذا عندنا هنا في الصور الفوق في الاعلى، دابا نوريهم لكم. اذا مجموعه من الحالات غادي نعطيو نصائح وغادي نشوفوا شنو هو البون كومبورتمون اللي كاين. اذا هذا فيما يخص السؤال الثاني. اذا غادي نبداو به على بركه الله. اذا هنايا في سميتو الاول، اذا عندنا ان غارسون كي جيت ان كانيت دون لا ريفيير. إذا اللي كيرمي واحد الكانيطة في البحيرة، كان ها هو كيجد ان كانيط دون لا ريفيير. إذا النصيحة اللي ممكن نعطوها، نو جيت با لا كانيط دون لا مير. إذا ما ترميش كانيطة في الماء، في البحر أو في الماء بصفة عامة. جو تو كونساي، انصحك دو لا جيتي دون لا بوبيل. إذا باش ترميها في سنة المهملات. إذا ها هي، لاحظوا معايا سنة المهملات هنا. إذا ما عاود ما يرميها هنا، كيرميها في لا ريفيير. إذا هذه بالنسبة لا سيتياسيون نيميرو أن. ندوزو لا سيتياسيون نيميرو دو. بالنسبة لا سيتياسيون نيميرو دو، عندنا اون اوزين واحد لوزين كي ديفيرس دي برودوي، اللي كيرمي ولا اللي كيرمي دي برودوي، يعني برودوي هما اشياء ولا مثلا مصنوعات توكسيك. توكسيك هي سامه ولا كيماويه دون لا مير، يعني في الماء. ها هو كيف كتلاحظوا. اذا اون اوزين كي ديفيرس دي برودوي توكسيك دون لا مير. اذا شنو النصيحه اللي ممكن نعطوها؟ اون نو فو با ديفيرسي دي برودوي توكسيك دون لو. اذا ممكن ما ترميوش الازبال او الكيماويات ولا الاجسام الضاره داخل الماء. اذا هذه قاعده خصنا نديروها، سواء كان الوزين سواء كان الانسان سواء كان. اذا قاعده خصنا نديروها. اذا غادي نمروا للسؤال ثلاثة. اذا عندنا في سيتياسيون نيميرو 3، ان غارسون كي لاف سا موطو، واحد الطفل اللي كي او رجل اللي كيغسل سيارته النارية، عفوا دراجته النارية بتويو. لاحظتو هو التويو إلو ليس أوفير، وكيخليه مفتوح. إذا كتردو البال أن الما كيضيع هنا في هاد الحالة. إذا أن كارسون كي لاف سا موطو أفيك أن تويو إلو ليس أوفير. إذا شنو هي النصيحة اللي ممكن نقدمو ليه؟ نو ليس با لو تويو أوفير، ما تخليش الما مفتوح. جو تو ريكوموند دو لافي افيك ان ايبونج. اذا كنصحك بانك تغسلو بواحد ليبونج اي ان سودو بواحد سطل الماء. اذا هذا فيما يخص سيتياسيون نيميرو 3. نمرو سيتياسيون نيميرو 4. اذا عندنا هنا ان بلومبي كي ريبار ان روبيني كيف كيفيت. اذا عندنا واحد الروبيني اللي فيه لافويت، فيه واحد العطب. اذا خصنا نجيبو بلومبي باش انه يقاد لينا هاد الفويت. il faut réparer cette fuite، اذا يجب علينا اصلاح هاد العطب. puis de rapidement، يعني فويت ديال الماء، يعني العطب ديال الماء بسرعه. pour éviter، باش اننا نتفاداو tout gaspillage، ضياع الماء. je te recommande d'appeler un plombier. اذا كنصحك بانك تعيط البلومبيي باش انه يجي يصاوب هاد الفويت هذا. اذا هذا فيما يخص شرح جميع هاد لي سيتياسيون هادو اللي عندنا هنايا. اذا نتايا كمتعلم اش خصك دير؟ خصك تحفظ شي سيتياسيون ياك، وكتحطها قدام الاستاذ، يعني كتلعبها قدام الاستاذ، كتلعبها كديرها قدام الاستاذ وقدام الزملاء ديالو. اذا عندنا هنايا واحد مودوتيل، إذا غنشرحوها كلمة بكلمة. إذا هاد مودوتيل هي اللي كتساعدك باش أنك دير هادوك لي سيتياسيون. إذا غنشرحو، عندنا فامي عائلة، بيكنيك نزهة، غيفيير هي بحيرة،
جوتي راما ديشي أزبال بولي لواتا بوليسيون تلوث أوزين معمل ريفيير بحيرة أو بولي هو ماء ملوث ديشي أزبال دونجي خطر مالادي أمراض أنفون طفل موتو لدرجة نارية لافي غسالة غاسبي ضياعة أو هو الماء تويو هو داك تيو ديال سميتو اللي كان تويو تنقولو حنا تيو سو هو سو هو عفوا توي قلنا هو تيو سو هو السطل فيرمي أقفالة كويزين مطبخ روبيني هو الصنبور فيتو هو تسرب الماء غاسبي ضياعة بلومبي هو هذاك اللي كيصلح لنا للروبينيات وداك الشيء اذا هو هذه سيتاميتيه ريباري هي اصلاحة بريزيرفي حفظة il ne faut pas يعني لا يجب ان تفعل il faut يجب عليك tu dois واجب عليك je te conseille de انصحك ب اذا هذا في كل ما يخص بالنسبه للتمرين رقم 3 تخوف d'autres exemples de gaspillage ou de pollution d'eau et d'un tarif tout juste ou à l'hôpital par la l'amitié l'état n'a pas de l'histoire sur les fours d'yel d'ailleurs elle m'a quel ordre au conseil d'honorat-tu ou à l'état de voir dans si ha ou la voix l'équipe n'a pas de l'échelement à se dire qu'à l'équipe ou à l'équipe m'a dit la boîte à moi et d'un hadith خصوص 147 كنشكركم على تتبعكم والى اللقاء.